باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا النهارده هناخد الحلقه الاخيره من الحروب الروحيه. اتكلمنا على حروب كتيره قوي قوي، يعني انا على ما افتكر كان منها الخوف، واخر حاجه كنا بنتكلم على الفتور الروحي. النهارده بنعمه ربنا هنختم الموضوع باخر جزء عن حرب مشهورة قوي اسمها حرب الذات. وعلشان حرب الذات حرب كبيرة قوي هنقسمها على جزئين. النهاردة هنتكلم على ايه هي حرب الذات، ازاي القديسين وصفوها، اشكال حرب الذات دي ايه، ودي كان موضوع اتكلمنا فيه اعتقد من 3-4 سنين، هنعيده تاني النهاردة او يعني نعمل عليه مراجعة. وبعدين المرة الجاية نتكلم على إزاي نحارب الذات اللي بتحاربنا. تعالوا نبتدي عشان الموضوع طويل شوية النهاردة، نبتدي على طول بتعريفات الأباء ليها. يعني أحد الأباء قال كده لما جاي يعرف الذات، قال هي أقدم الحروب. يعني أقدم الحروب قبل ما الإنسان يتكون وقبل ما الإنسان يتخلق ويسكن الدنيا، كان في رئيس ملائكة استهواه فكر الكبرياء ودخل بسبب الذات اللي جواه فكرة ليه أنا ما كنش مساوي لله، أو على الأقل الطغمات بتاعت الملائكة اللي تحتية زي ما كل الملائكة تسجد لربنا، الملائكة اللي تحتية أنا تسجد لي أنا، ما أنا رئيس عليهم. وابتدى يخش الفكر ده، والقصة دي مكتوبة بالتفصيل في أشعياء 14 وحزقيال 28. تتحفظ إزاي؟ إن 28 ضعف ال 14، يبقى أشعياء 14 وحزقيال 28. اللي عاوز يعرف القصة دي وكيف سقط رئيس الملائكة وصار الشيطان، فأول قديس عرفها إنها أقدم الحروب. قبل أن يعرفها الإنسان عرفها رئيس ملائكة سقط. تاني تعريف للذات يقولوا عليها كده أقبح الخطايا. ليه قالوا أقبح الخطايا؟ العلامة أوريجانوس قال تعريف حلو قوي، قال إيه؟ قال بينما تستحي كل الخطايا وتختفي، ولكن الذات الوحيدة هي التي تجاهر بالظهور. يعني اللي بيسرق بيسرق في الضلمة، اللي بيغلط غلط جسدي بيغلطه في الضلمة ويحب يداري، مش كده؟ كل الخطايا أنا بكذب كذبة ومش عاوزها تتكشف إلا اللي عنده الذات، تلاقيه ماشي قاعد يعلن عن إيه؟ عن الذات اللي فيه، والناس تبقى شايفة الذات اللي فيه. فبيقول لك بينما تستحي كل الخطايا تتبجح الذات وتعلن نفسها في الظهور. أهو ده واحد أتكلم برضو عن الذات. يبقى إحنا قلنا كام حاجة؟ اتنين، واحد أقدم، لا احفظوا كده هتناموا مني، هسمع يبقى تركز. واحد، احنا اول حاجة ايه؟ اقدم الخطايا. نمرة اتنين، اقبح الخطايا. تلاتة، اشمل الخطايا. يعني ايه اشمل الخطايا؟ يعني لا يوجد انسان في حياته كلها ما تحاربش بالذات بصورة او اتنين او تلاتة او خمسة او عشرة منها. يعني هنعرف دلوقتي صور الذات ايه؟ هتلاقي حضرتك وأنا معاك إحنا وقعنا في كل الخطايا دي. أشمل يعني إيه؟ يعني شاملة، تشمل كل الناس، حتى اللي يقولك أنا ما عنديش دي هتلاقي عنده دي، واللي ما عندوش دي عنده دي، لأن بناتها كتيرة قوي قوي، أكتر من 20 خطية جوه الذات. فهتلاقونا إنها خطية شاملة معظم الناس بتحاربها. إحنا قلنا كام تعريف؟ واحد أقدم، اتنين أقبح، تلاتة أشمل، أربعة أطول الحروب. يعني إيه أطول الحروب؟ يعني ممكن الإنسان يتحارب ببعض الشهوات، زي مثلا شهوة الأكل، حب الأكل خمس صنوف بقى، وش ضاني وش مشوح وش معمر ومحمر، معرفش إيه اللي بيقولوا ده. المهم ما علينا، يعني حاجات كتيرة ممكن شهوة الأكل دي يجي الإنسان عليه وقت بسبب الرفلكس او بيسموه الارتجاع المريئي، وبسبب الحموضه وبسبب الضغوط، معرفش ايه تاني، خمس ست امراض في المعده، تلاقيه عف الاكل،
يقول لك أنا على قد ما كنت بحب الأكل أنا دلوقتي بخاف من الأكل، أو يجي له مرض مثلا زي بعد الشر اللي عنده كلى يتمنع عن اللحوم ويتمنع مش عارف إيه ويتمنع عن إيه ويتمنع عن البروتينات. الله، يعني حتى الشهوات ممكن يجي عليها وقت، إلا الذات لغاية آخر وقت في حياة الإنسان ممكن يتحارب بيها، لغاية آخر وقت في حياته. يعني الشهوات ممكن تبطل أمور كتيرة، كراهية، بكره واحد أهو بقى، هو راح في بلد وأنا رحت في بلد ونسيت ونسيت، أنا حتى مش فاكر شكله. لكن إلا الذات، الذات يقولوا عليها من أطول الحروب، ما تنتهيش إلا بنهاية عمر الإنسان. قلنا كام حاجة عن الذات؟ واحد أقدم، اتنين أقبح، تلاتة أشمل، أربعة أيوة كده حافظين، أيوة كده حافظين. هناخد تعريف أخير للذات. الذات يقولوا عليها قد تكون خطية خارجية أو داخلية. آخر حاجة خارجية وداخلية. يعني إيه خارجية وداخلية؟ يعني إيه؟ يعني ممكن يكون وراها شيطان يزكي نار الذات فيا، يبقى دي خارجية، الشيطان بيقومني على حاجة، الشيطان بيفكرني بحاجة، الشيطان بيتكلم في ودني، يبقى دي اسمها إيه؟ خارجية. نمرة اتنين بيقولك ممكن تكون داخلية. داخلية يعني الشيطان ملهوش ذنب فيها. يقولك أكبر دليل على كده إيه؟ الطفل اللي عنده سنة أو سنة ونص لما جاء أخوه البيبي وعاوز حجر أمه وغار منه وعاوز يتهشتك زي ما فاهمين عايز أقول إيه؟ ده شيطان هيحارب عيل عنده سنة ونص، مش ممكن تكون حرب شيطان. فبيقولك إن ممكن تكون بيلد إن، يعني ممكن تكون جوه الإنسان، الإنسان عنده مرجعية وعنده قناعات جوه قلبه بتسكي هذه الذات. يعني أنا مؤمن إن أنا أذكى منك أو بفهم أحسن منك، دي جاية في شكل الذات في الصور بتاعتي. الشيطان الحقيقة مش محتاج يحاربك بدي، لأنه أوريدي هي عندي. أنا متربي إن إحنا من عيلة في الصعيد كان القطر بيمشي في الأرض بتاعتنا ساعة إلا ربع، ما أعرفش قطر قد إيه ده ولا أرض قد إيه. يعني كان يقول لك كده، كان الوابور بتوع زمان كده يقول لك الوابور كان يمشي فيها ساعة. فأنا طالع متغذيها دي، ما ده الشيطان ما قاليش حاجة، أنا أوريدي واقع فيها. احنا كده خلصنا تعريفات الذات وقلنا هي اقدم اقبح اشمل اطول داخليه وخارجيه. برافو عليكم. يبقى كده خلصنا المقدمه اللي هي بتكلمنا على قد ايه القديسين وصفوا الذات عشان يحذرونا منها. النهارده بقى ناخد ايه الذات دي يا جماعه؟ ام ولود. يعني ايه ام ولود؟ كلمه الذات دي كلمه كبيرة قوي، فرخة كبيرة قوي تحتها 100 كتكوت. هنتكلم على أسماء الكتاكيت بتوعها أو أسماء البنات بتاعتها أو أسماء ولاد الذات. أنتوا معايا ليه؟ والغرض بأمانة بأمانة إن أنا أفحص نفسي أمام الله، عشان لو أنا معتقد إن أنا إنسان متضع أو ما عنديش ذات أو ما بتحاربش بالذات، أقف قدام مراية تفضحني عشان أعرف أقدم توبة وأعرف أقدم جهاد. يبقى الليستة بتاعت النهاردة مش من أجل إحباطكم، لأن هنطلع كلنا فيها إن شاء الله، يعني هنطلع كلنا فيها، بس مش هي الغرض منها الإحباط، الغرض منها الصحصحة واليقظة والعلاج. تعالوا نشوفوا بقى إيه أشهر أولاد وبنات الذات. نمرة واحد، الكبرياء. الكبرياء، الكبرياء معناه ايه بالبلدي؟ عارفين في اللغه العربيه كان في حاجه على وزن افعل اللي هي افضل، اللي هي فعل التفضيل، اكبر من، احسن من، اجمل من، اذكى من. دي حرب الكبرياء، احساس داخلي بالتميز عمن هو حولي. المتضع يبقى عارف ربنا اداله ايه من مزايا، يشكر ربنا عليها وخجلان منها ولا يرتفع قلبه على اي انسان. المتكبر مش كده، اللي عنده كبرياء عنده احساس بالتميز، اه هو فعلا ذكي
يعني كل الفصل بيجيب 90% هو جاب 99%. كل أصدقائه دخلوا كلية مثلاً أو معهد سنتين وهو دخل كلية طب أو كلية هندسة. هذا الإحساس بالتميز هو ده الكبرياء، إن أنا أفضل من. يعني الراجل اللي في قرارة نفسه يعتبر نفسه إنه أفضل من زوجته في التفكير وإنه قلبه أبيض عنها وإن 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 وإن، ده واقع في كبرياء لأنه استخدم فعل إيه؟ أفضل من. الست اللي تحس أنها أكثر تدبيراً، ولا أنا كنت سبته لأبوكم ما كانش عمل لكم حاجة، وأنا اللي فضلت أزن عليه وجبت لكل واحد دفتر بوست عشان أحط كل مش عارف 5 جنيه كل أي حاجة، فهي حاسة أن هي الأفضل. ده ممكن تكون دي موهبة ربنا اديها لك. قلنا المتضع يشكر ويتاجر ويحس أنه غلبان قوي من غير إيد ربنا. التاني بقى جواه الإحساس بالأفضلية. أشهر مثل في الكتاب المقدس مثل الفريسي والعشار، إن أنا دخلت بالاسم إن أنا بصلي لربنا والواقع غير كده، إن أنا باصص لواحد تاني من فوق لتحت. بتجيلنا دي؟ بتجيلنا مثلا أنت ست وقورة ما بتحضريش القداسة إلا بإشارة، وبصيت كده لقيت اللي قدامك 4 ستات ولا فاهم حتى إشارة، سامحني يا رب، وتبص لشعرهم كده وتقارن، وتبص لشعرهم كده وتقارن. يبقى المقارنة اللي تديني أنا الأفضلية اسمها كبر النفس، أو إحساسي أن أنا متميز عن اللي حواليا، سواء بمواهب ربنا ادهاني أو حاجات طبيعية. لأ، ده أول صورة من صور الذات. أنتم مش ما تزهقوش، يعني عندنا على الأقل 15 صورة هنخلصهم النهاردة. أول واحدة موجودة معرفش، كل واحد بقى يحاسب نفسه. أوكي، يبقى أول واحدة الكبرياء أو كبر النفس أو الإحساس بالأفضلية. أختها على طول الافتخار والاعتزاز. الأولانية أنا عندي إحساس أفضل منك، يعني أنت على قدك بصراحة وأنت مسكينة قوي. التاني بقى ما بيعرفش يمسك نفسه. يعني إيه افتخار واعتزاز؟ إحنا شعب ماري مرقص أحسن شعب في مصر الجديدة، أحسن شمامسة في مصر الجديدة. لا بلاش دي، خليكم أحسن أي حاجة، بس إيه نقولها كده؟ يعني مثلاً حضرتك منين تقولي ماري مرقص مصر الجديدة؟ شفت بتقولها إزاي كده؟ ده اسمه فخر واعتزاز. الفخر، عارفين مين كان عندهم المشكلة دي؟ اليهود. اليهود كانوا شايفين نفسهم أفضل شعب، وبقية الأمم كلاب، يعني بقيه الامم كلاب. فيعني يعني 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 لا يعني انتوا فاهمين عايز اقول ايه. الافتخار والاعتزاز بالعيله، باللقب. يعني ممكن اسلم على واحد انا بقول اي اسماء، يعني فمثلا بقول لك ازيك يا ابراهيم، تقول لي دكتور ابراهيم. اوكي اخطيت لو سمحت. اوكي، هنا بقى في نوع من ايه؟ من الافتخار. انا عندي لقب بعتز بيه اهو، لقب. انتوا خدين بالكم؟ انا يعني ممكن يكون انا اسمي ايه؟ هقول اي حاجه، يعني عايز افتكر مثلا ايه؟ فرضا جدي كان من عيله باشا، هنقول اي اسم باشا. انتوا خد بالكم؟ ابراهيم باشا، اي حاجه خليها ابراهيم باشا. انا ما اعرفش ان كان في باشا اسمه ابراهيم، لكن خليها مش بس لا يا لا، هو الاحلى كمان ما يكونش ابراهيم، يكون لقب المنياوي، الاسيوطي، البلعوطي، اي حاجه ماشيه كده. فيعني ممكن ايه، انا يبقى اسمي سامح، ابراهيم، متى، انتوا خد بالك، مش عارف مين، ايه الجد السادس هو المنياوي ده، فأنا أسمي نفسي على طول إيه؟ سامح المنياوي، عشان حد يقولك أنت مش باباك اسمه كذا؟ تقول له آه، وجدك اسمه كذا؟ لا، أصل إحنا من عيلة المنياوي، النص المنيا ده كان بتاعنا عشان هو اسمه منياوي. معرفش أنا بقول أي كلام، لحسن يكون منياوي مش منيا، بس أنا بقول. فأنا عندي مشكلة اسمها الزهو والافتخار، يا بلقب يا بفلوس
يا يعني واحدة مرة كان بتحكي فبتقول في شبرا شارع اسمه شارع كذا وفي شارع كذا بيربطهم شوارع جانبية بيوصلهم في شارع كله 14 عمارة كانت بتاع جدي الشارع كله يعني الشارع بتاع جدي. طيب وماله نشكر ربنا جده فين دلوقتي محدش عارف. المهم يبقى تاني خطية بعد الكبرياء خطية الافتخار والاعتزاز. تالت خطية من خطايا الكبرياء الغيرة من خطايا الذات لأن الكبرياء دي خطية من خطايا الذات الغيرة. أنا بغير ليه؟ قايين قتل أخوه ليه؟ عنده غيرة. غيرة من إيه؟ إزاي ربنا يقبل ذبيحته وما يقبلش ذبيحتي؟ الغيرة سببها إيه؟ الغيرة سببها إيه؟ ذات ذات. والغيرة تضرب أي حد يعني أنا هتخيل مثلا أنا معلم ألحان بقالي 20 سنة في الكنيسة دي معلم ألحان أنا كاهن في الكنيسة دي بقالي 30 سنة كاهن في الكنيسة دي بس أنا بقول معلم لهدف معين وبعدين يعني معروف تعالى يا معلم اعمل لنا تمجيد تعالى معلم عندنا خطوبة تعالى معلم والآخر وجي بقى معلم صغير في السن حافظ زي بالظبط بس صوته إيه يعني أنا صوتي مخنش يعني خشن وحش مش ناعم والتاني إيه بقى يعني صوت كده كرواني يعني انتوا خديت بالكم وابتدت الناس تقول هو فين القداس اللي بيصلي فيه المعلم اتنين مش عاوزين القداس اللي بيرد فيه المعلم واحد أحس إن أنا مبسوط ده تتخيلوا بقى غيرة غيرة وتعب عشان قارنت عشان بقى في واحد أحسن مني أو في واحد أفضل مني أو في واحد الناس بقت تمجده أو تنسب له تعظيم أكتر مني. كم خطية في الذات لغاية دلوقتي؟ واحد كبرياء، اتنين الزهو والافتخار خلوها الزهو بس عشان تبقى كلمة واحدة، ثلاثة أربعة من أشهر خطايا الذات حاجة اسمها تقبيح الآخر. عشان كده بولس الرسول قال المحبة لا تقبح. يعني إيه تقبيح الآخر؟ ما هو أنا عاوز أكون متميز فأنا ما عنديش حاجة تميزني فأعمل إيه؟ أهبطك أنت؟ أصغرك أنت عشان أبقى برضو أكبر منك؟ دي اسمها تقبيح الآخر. فتلاقي واحد يقول لك يعني نتكلم على حد تبان قوي بقى تقبيح الآخر دي إزاي واللي بيعملها بذكاء تقول له فلان ده رائع يقول لك قديس غلط ما غلطش قال لك قديس بس الحلو ما بيكملش هو بس لولا عصبيته اللي بتضيع كل حاجة. طب وانا سألتك على خطاياه بس الحقيقة هو قديس وهادي جدا بس بطيء بطء في الاستجابة يا نهار أبيض تطلع الشمس وتغرب الشمس وهو لسه بيفكر إمتى ينزل يعمل ياه اللي هي يسموها بالإنجليزي بط هي إز جود بط هو كويس ولكن لازم كلمة بس أو كلمة ولكن ويعقبها شيء من لما هو أنا لو زميته هبقى مكشوف قوي أنا ما زمش أنا بس كده يعني أحط حتة سم صغيرة في العسل يعني يعني أبونا ده ممتاز وأبونا ممتاز أبونا ممتاز أبونا ده ممتاز كتلة نشاط حريقة خدمة بس برضو أعصابه لا لو وقفت قدامه هو عصبي يكلك ما يعرفش حد في الكنيسة مزعل ناس كتيرة قوي بالرغم إن بقول عليه إنه طيب وقلبه جوهرة بس مزعل الناس من عصبيته يا سلام أنا عملت إيه؟ أنا بسبب الذات اللي جوايا طلعت فيه غلط. قلنا كام حاجة دلوقتي نعد قلنا واحد إيه؟ كبرياء اتنين الزهو تلاتة الغيرة أربعة التقبيح قلنا أربعة خمسة الإدانة
الإدانة دي اللي بقت يقول لك الإدانة هي على الوزن كده، يقول لك الإدانة زي اللبانة، الإدانة زي اللبانة. أنا بقع في الإدانة ليه؟ أنا بدينك ليه؟ أنت بتعيبي على تربية جارتك ليه؟ عشان أنت شايف أن تربيتك أفضل. أنا بعيب على عصبيتك ليه؟ لأن حكمي أنا أني شايف أن أنا أعقل منك، بشوف اندفاعك أنت إيه؟ ليه بتكلم على اندفاعك؟ بقول فلان ده مندفع عشان أنا شايف أن أنا متريث عنك، فأنا دايما عندي اللي برر. واللي بيقع في الإدانة لما تقوله أنت بتدين ليه؟ يقولك أنا ما بدينش، أنا بعلن الحق. لا، أنت مش من حقك تحت عنوان إعلان الحق أنك تدين أي إنسان. الآية واضحة، لا تدينوا كي لا تدان. ده التي أمسكت في ذات الفعل وتستحق الإدانة. المسيح عشان يدينا درس قال له وأنا أيضا لا أدينك. طب وإحنا مالنا بقى؟ وإحنا مالنا؟ وإحنا مالنا؟ كبرياء، افتخار، غيرة، تقبيح، إدانة. ستة، غضب عدم الاحتمال. ليه بقول غضب عدم الاحتمال؟ لأنه ممكن الغضب يكون ليه أسباب تانية غير الذات. واحد ما نامش، واحد عنده مرض زي السكر بيكون أسرع في الغضب من ناس تانية، واحد متألم بسبب جراحة فخلقه تعبان بسبب الجرح. دي هنعدي كل ده. فالغضب ليه أسباب مختلفة، لكن أنا بتكلم على الغضب اللي أساسه الذات، اللي هو غضب عدم الاحتمال. يعني أنا ما أنا قلت لك مرة ما بتفهمش يا أخي، ما تفهم إيه ده؟ إيه ده؟ ربنا خلق المخاخ إزاي دي؟ واقع في إدانة، واقع في غضب، واقع في عدم احتمال. زي مثلا ما دكتور يعني دكتور أستاذ بيعلم دكتور لسه متخرج من امتياز، هو أساسا وهو متخرج من امتياز ما كانش لسه عارف يضرب الإبرة في الوريد، بس هو نسي عشان كبر والإبرة بيديها وهو مغمض. فيتخرج واحد من كلية الطب لسه بتحت إيده يهته، ليه ده أنت ما بتفهمش؟ علموك إيه في الكليات؟ أدي ده أنت الطب بتاعنا اللي كان يخش طب عندنا ب 78% برقبة اللي اتخرج طب من عندكم بنسبة 100%. ده إيه ده؟ جيل حاجة مش معقولة. وغضبان، غضبان قوي، يصب جام غضبه على كل الناس اللي حواليه. أنا قلت الأول مش كل أسباب الغضب الذات، لكن أنا بتكلم على الغضب اللي أساسه الذات، إن أنا شايف أفضل ومش محتملكم. انتوا مش جايبيني خالص، انا دماغي هنا وانتوا دماغكم هنا، علتوني. ده اللي بيقولوه الناس، انتوا فاهمين كده؟ فيبقى هنا الغضب اساسه ايه؟ الذات. انتوا بتعدوا معايا ولا نسيتوا؟ الغضب، احنا كده اللي جايه سبعه، برافو عليكم. لا بس المهم حافظين اللي جنب الارقام عشان هنسمع برضو. طيب هنوصل لغاية 10 ونسمعهم كلهم. أحد صور الذات الأنانية. يعني إيه الأنانية؟ راحتي على حساب تعب الآخر. أنا مهدي ذاتي، أنا يعني حاجتي. لا ده لسه في بس الأول الأنانية إنسان أناني، إنسان ما يحبش غير نفسه. المحبة لا تطلب ما لنفسها. المتضع يحط نفسه آخر الكل، والأناني يدور على حقه ونصيبه أول واحد في الدنيا. ال- 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 الكرسي ده بتاعي ومظبطه بزاوية معينة. تصور لما تطلع من الأب بتبقى بايخة قوي 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 قوي. وبعدين انا عشان ديمقراطي سايبكوا كلكم تقعدوا في الانتريه على الكراسي كلها وعلى الكنب كله، لكن اول ما ادخل لا ما تقومش. لا انا بمثلها يعني، هشوف واحد غيرك. ده يقوم ممكن، انت ما تقومش، انت على راسي. بص فيجي يعمل ايه؟ فيقول له ايه؟ يقول له بص يعمله ازاي؟ لا اقعد.
لما تسمع بابا جاي من غير ما أقول لك تقوم تقوم. بابا أصل الكرسي ده مريح، ما عشان كده بتاعنا، يعني أنا أتعب وأنت ترتاح. مش أنا بابا، أو مش أنا الأخ الكبير، أو مش أنا الولد، أو مش أنا الدلوعة، معرفش. لكن أحد صور الذات حاجة اسمها الأنانية. إنسان أناني قوي، ما يفكرش إلا في نفسه، ولو عمل حاجة حتى في الكورة يقولك فلان ده أناني، يعني هو عاوز يجيب الجون عشان يبقى المجد كله إيه ليه هو. إحنا قلنا صور كتيرة قوي، وصلنا لغاية كام؟ اللي جاية 7 ولا 8؟ اللي جاية 8. بما اتكلمنا على الأنانية، هكلمكم على حاجة تانية قال عليها الآباء، اسمها محبة النصيب الأكبر. يعني إيه محبة النصيب الأكبر؟ طمع. طمع، الطمع اللي هو محبة النصيب الأكبر. يعني إيه النصيب الأكبر؟ الحاجة الأحلى على مستوى الميراث. يبقوا أخوات بيحبوا بعض قوي قوي من بطن واحدة وأب واحد وتربية واحدة، لغاية لما الأب يكون سايب بس حاجات عشوائية، 3 فدادين مع عمارتين، 4 محلات، 3 عربيات نقل، ونبتدي نجرد بقى، ونبتدي نتخانق بقى، ونبتدي نختلف بقى، ونبتدي بقى يقولك احنا دم واحد. لما بقاش دم واحد، يقولك هو دم واحد بس الفصيلة مختلفة. يعني دم واحد بس فصيلة مختلفة. لا، كل واحد هيدور على ايه، وكل واحد يقولك صدقني يا ابونا امام الله ما عاوز حاجة، ده حق اولادي. يا راجل يا راجل، طب ما اولادك ربنا هيشوفهم يعني وهيرعيهم، انت مالك انت يعني؟ لا انا مش عاوز حاجة. هو يا ابونا حد هياخد حاجة معاه؟ كويس قوي انك انت قلت كده. من اسوأ القضايا اللي الكهنة بقت تشيل ايدها منها الميراث. ليه؟ عشان كلهم بيضحكوا على ابونا. ابونا يقول انا مش هتدخل الا لما الاقي النية صافية. فكل واحدة تتصل بيه مثلا يقول لي صدقني يا ابونا ما عايز حاجة، اقول لك بركة. وانت صدقني يا ابونا ما عاوز حاجة، يا ابونا ما عايز حاجة، يا ابونا ما عايز حاجة. لغاية لما نقعد اول 5 دقايق كلهم حلوين قوي. يا ابونا البركة ربنا واخدين من وقتك وجايين عليك، ايه لسمته بس، احنا كنا خلصنا كل حاجة لوحدينا. لغاية لما نبتدي بقى اول ما نبتدي بقى، طب يا ابونا احنا مشينا شريعة الكنيسة وقلنا الولد قد بنت، طب ما دام الولد قد البنت، البنت تاخد الذهب كله ليه؟ ما الذهب يتقسم كمان. يا بنتي خلاص، يبقى الذهب يتقسم لانه مقسم. لا، يا الذهب طول عمره من ايام ادم بتاع حواء. يا حبيبتي ما هو حواء ايام ادم ما كانش في ذهب اساسا يعني. المهم ما نخلص، خلاص 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 بقى انتوا. اول ما نخش في الميراث تلاقي الانياب نزلت والمخالب طلعت. ليه؟ اتحولنا، اتحولنا. في بقى مصلحة وفي حاجة اسمها نصيب أكبر، وأنا هسيب لك تكسبني. لا، طب نوزن بقى، نوزن نوزن نوزن. عشان كده كانت النصيحة اللي ادهاني الله يرحمه ورحمه أبونا مرقص نتيجة خبرات، يعني قال لي اوعى تخش، يعني خش في مشاكل زوجية ده شغلك، لكن تخش في ميراث اوعى. فأنا ما سمعتش الكلام برضو. ما هو الواحد ما يتعلمش إيه أود بالنصيحة، فلازم يتعلم بقرصة ود. لغاية لما تبت. ليه؟ لأن فعلا فعلا كل اللي بنقوله حاجة، وعندما تختلف المصلحة يبان الإنسان العتيق اللي بيقول مش عاوز ولا حاجة وهو عاوز كل حاجة. عارفين تكشفها إيه؟ حاجات بسيطة قوي 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 قوي. مرة يعني في حادث ما، يعني إنسان قسم البطيخ، اي حد بيجيب بطيخه يا جماعه بيقسمها بالنص. فجايب عارفين المكنه بتاعه الايس كريم، فبيجيب المكنه بتاعه الايس كريم وياخد الحته اللي في نص البطيخه من الناحيه دي والحته في نص البطيخه بتاعها. فواحد قاعد جنبه بيقول له اشمعنى؟ قال له قصدي احلى حته في البطيخه الناصح ياكلها، ودي بتاعتنا. بس معنى كده انه سايب لاولاده ايه؟ وساب لمراته ايه؟ انتوا خدين بالكم. يبقى دي فيها انانيه وفيها محبه نصيب اكبر.
تكشف في أي حاجة، تكشف في الشوكولاتة، لو شوكولاتة بالبندق وشوكولاتة من غير بندق، بفرض أنك بتحب البندق يعني. لا أنا عاوز الشوكولاتة دي. فإحنا فينا دي، أقول لكم حاجة، فرضا نكشفكم علشان نكشف نفسنا يعني. فرضا أنا جبت دستة جاتو، دستة جاتو، مين فينا هيقول؟ إحنا 12 واحد في البيت، كل واحد فيكم يا ولاد يختار اللي هو عايزه واللي يتبقى انا هاخده. ده وهي بتتفتح العين سابقه ومدبوبه وكل واحد بيفكر في الحته بتاعته، وبعدين ايه يروح حاطط ايده على الحته الاول، ما اعرفش اسمها ايه، شوكولاته مثلا، يحط حته شوكولاته، بعد ما ياخدها يقول حد عاوزها، حد عينه فيها ولا مسامحنا اخدها؟ طب انا لو عيني فيها هقول لك ما انت احرجتني، فانت خدتها ليك. لو انا ما عنديش محبه نصيب اكبر، سيبوكم ان انا بقولها بصوره فيها ضحك شويه، بس انا بكشف ان احنا جوانا في انساننا العتيق، مهما اتكلمنا عن العطاء ومحبه الاخر، فيها طفل طماع ما كبرش وما اتفطمش، بيبص على الحاجه اللي هو عاوزها. احنا هنقول نمره كام؟ طب مين يسبع الثمانية اللي فاتوا؟ اللي يسمع الثمانية اللي فاتوا ربنا على ما هجيب المرة جاية أوربانا، أعزمه على أوربانا. ها هتسمع؟ لا أنت باصص، لا 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 من غير غش. ها طب أنا هقول أول واحدة كانت الكبرياء، وبعدين الزهو، وبعدين الغيرة، تقبيح، ما تبصش، تقبيح، ها الإدانة، ها الأنانية، ها الغيرة، الطمع والنصيب الأكبر، معقول معقول، والغضب قلنا. ناخد واحدة كمان اللي جاية نمرة كام؟ من بنات الذات خطية اسمها محبة المديح، محبة المديح، ومحبة المديح دي درجتين، ثلاثة، ثلاث درجات، ثلاث درجات في محبة المديح. إن مثلا أنا عملت جميل، يعني كانت في مثلا إحنا خمسة بتجمعنا مصلحة، وبعدين في واحد تعب مش عارفين، أنا رحت أخدت العربية ودفعت الأوبر ودفعت المستشفى ودفعت الأشعات، أنا ربنا مديني ومش هحاسبكم، مش هحاسبكم، مش هحاسبكم، ودفعت لي حاجة كده بتاعت 15,000 جنيه، بس أنا ربنا مديني و15,000 جنيه ما تفرقش معايا خالص، ومش هاخد منكو حاجة لو جيتوا، وهقول عيب، بس أنا عاوزكم تسألوني عملت إيه واتكلفت قد إيه عشان تقولوا لي يا أبو الواجب تعيش وتعمل، لكن ما حدش فيكم جاب سيرة ولا حتى قال لي أنت دفعت كام، تلاقيني من جوايا متضايق لدرجة أن عاوز ألاقي مناسبة عشان أقول على فكرة نشكر ربنا التكلفة كنت فاكرها هتبقى غالية بس هي ما جابتش غير 15,000 جنيه، سامعين؟ 15,000 جنيه. ده أول درجة من محبة المديح، إن أنا بتكبس لو محدش سألني أو مدحني. الدرجة التانية في المديح إن لو المديح ما جاليش، لا الدرجة التانية في المديح لما المديح جالي تضطرب نفسي قوي، يعني تطرب يعني جاية من الطرب، يعني أول ما تقول يا سلام يا ابونا إحنا كنا معاك في حتة مؤتمر، الأيام معاك في المؤتمر ما بتتحسبش من العمر يا ابونا، دي اسمها محبة المديح وعدم رفضه. الدرجة الثالثة أسوأ اسمها شحاتة المديح، طلعنا نفس المؤتمر إن حد فيكم يقول كلمة شكرا، ما حدش فيكم قال كلمة شكرا، وأنا عارف المؤتمر كان حلو ونشكر ربنا كان حلو، اقول على فكره باين باين يا مدام المؤتمر ما عجبكمش السنه دي، تقول لي ازاي ده كان احلى مؤتمر، اقول لك يا اخي ما تقولي لوحدك، ما تقول لاهلك، يعني هو انا لازم اقولك، لازم اشيل ده من لسانك؟ يبقى محبه المديح دي خطايا من خطايا الذات، وفيها ثلاث حاجات، يا انا متضايق ان ما حدش شكر، يا بفرح لما حد يشكرني قوي، يا اما لو ما اتشكرتش انا ادور على الشكر. أهو محبة المديح دي، مين فينا ما بيحبش المديح؟ لا 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 لا، لما أقول لك
ربنا يعوضك وكتر خيري. كانت حته صينيه احلى صينيه مكرونه بشاميل، تلاقي نفسك قاعده تكبري، وكل ما اوصف تكبري اكتر. قال ما بتحبيش المديح، قال مش مصدقك. طيب نخش في الاصعب بقى، من خطايا الذات صعوبة الاعتذار. اللي ذاته عالية ما يعتذرش. يعني هو غلط غلطة كبيرة قوي، سوري يعني أهان زوجته وجاب سيرة أسرتها، أبوها أمها أي حد، وبعدين هما الاتنين متخاصمين فترة، فهو يجي يروح عامل إيه بقى؟ يقول لها هنتعشى إيه النهاردة؟ كنا جايبين سجق في الفريزر كده، طلعيه واعملي لنا بيض بالسجق. قال يعني هو كده ايه؟ صفى الجو. طب والتعب اللي جواها والالم اللي جواها؟ طب قول اسف. لا لا انا ما بقولش اسف، بس بتعامل. بتتعامل؟ ده مين قال كده؟ ذات. انا اقول اسف؟ انا اقول حقك عليا؟ انا اقول ما تزعليش مني؟ لا، صعب قوي. في ناس صعب قوي انها تعتذر، موجوده. انا قلت لكم بقى دي المراحل صعبه، يعني اللي فات هتلاقوا فينا كلنا، من هنا بقى تلاقي في ناس وناس. اللي جايه كمان وصعبه جدا من خطايا الذات حاجه اسمها عدم الغفران. ليه عدم الغفران؟ عشان انا شايف نفسي كبير قوي وانت صغير قوي، فلما الصغير يغلط في الكبير، ما انا مقامي كبير عند نفسي، فلما انت تغلط فيا توجعني قوي. ومعظم الناس اللي ما بتغفرش بتستخدم عنوان غلط يسموه فيك او فولس. العنوان ده اسمه ايه؟ اسمه اصلا انا حساس وجرحي عميق وما بيخفش بسهوله. ده احنا كده بعيد ابعد ما نكون. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. طب بنصلي أبانا الذي ليه كل يوم 10 مرات؟ ما تقولهاش. فعدم الغفران ده معناه أن أنا قلبي ناشف، ذاتي عالية قوي، لا عايز أعتذر لما أغلط، واللي يغلط فيا ما سامحوش وما انسلوش لغاية آخر يوم في حياتي، مش هنسى اللي عمله فيا من 37 سنة. يا نهار ابيض، 37 سنه وفاكر؟ طب انت عاوز غفران ربنا ازاي وانت مش قادر تغفر لمن اخطا في حقك؟ اكمل؟ طبعا انتوا فقدتوا العد، بس انا هقولهم كده من باب التذكره: الكبرياء، الافتخار، الغيره، التقبيح، الادانه، الغضب، الانانيه، النصيب الاكبر، محبه المديح. وبعد محبه المديح قلنا صعوبه الاعتذار وصعوبة الغفران أو عدم. يعني خطية تانية من خطايا الذات اسمها العند. بابا قال كده، طب قول لنا يا بابا كده ليه؟ أهو كده وخلاص يا بابا، ما يتراجعش. بس يا بابا احنا سألنا واكتشفنا ان ده غلط، حتى لو غلط مش هرجع في كلامي، حتى لو غلط يتسمع كلامي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي ده؟ ليه كده انا بقيت فرعون في نفسي يعني؟ ما كلنا بنغلط. وانت لما تيجي تديني نصيحة في حاجة انا غلطان فيها علشان منفعتي انا او عشان منفعة البيت، اقول لا، انا لو غلط يتسمع كلامي؟ اي منطق ده؟ صوروا لو كاهن مضروب بالضربة دي، يقولك حتى لو أنا غلط أنتوا الشعب لازم تسمعوا الكلام، حتى لو أنتوا سمعتوا الكلام عشان طيبين، ده ما يقللش من عقوبته أمام الله، لأنه واقع في ذات رهيبة. العند 13، احنا وصلنا ل 13. صغر النفس. صغر النفس أحد صور الذات. يعني إيه صغر النفس؟ الكبرياء صورة من صور الإيه؟ الذات. وصغر النفس صورة من صور الذات.
إن عشان أنا عاوز ذاتي تبقى موجودة وفي حاجات نقصاني أحس إن أنا قليل وأحس إن أنا ضعيف، مش بطريقة المتضع، بطريقة واحد مكسور حاسس إنه فاشل، حاسس إنه ما يعرفش يعمل أي حاجة. أنا ماشي بسرعة عشان وقتنا، أنتوا خدوا بس أنتوا فاهمين عن إيه صغر النفس؟ أهدي حرب من حروب الذات. لو أنا واثق في المسيح وأنا ولا حاجة، أنا بقيت واخد قوة المسيح كلها، فليه عندي صغر نفس؟ ذاتي. واللي عنده صغر النفس ده لما يجيله مديح تلاقيه مرة واحدة اتقلب من صغر النفس لقمة الكبرياء، لأنه يعيني هو محتاج المديح ده، فيقلب معاه بقى مش بتضاع، يقلب معاه بكبرياء. عشان وقتنا، خطية أخيرة نختم بيها، مش عارف بقى رقمها كام. أوكي، حاجة اسمها حب الظهور. حب الإيه؟ حب الظهور. يعني إيه حب الظهور؟ تيجي فينا كلنا، أنتوا واخدين بالكم؟ لما نيجي ناخد صورة وفي وسطنا البطرك أو في وسطنا أبونا المحبوب اللي بنحب، تلاقي كل الناس عاوزة تبقى في إيه؟ في كتفه. طيب يعني سيب المكان ده، لو أنت متضع وارجع ورا وسيب حد تاني سوا. ما تتصورش خالص يا أخي إيه اللي هيحصل. لا، ده أتاري دي من أيام المسيح. التلاميذ قالوا له أوعدنا بحاجة، أوعدكم بإيه؟ قال لهم في مجيئك التاني لما تيجي تملك على الأرض، هم كانوا فاهمين أنه هيعمل دولة يهودية، مين هيبقى كبير الوزراء ومين كبير اليوران؟ يعني مين اللي هيقعد على يمينك ومين اللي هيقعد على شمالك في البروتوكول، عشان دايما لما الناس تبصلك تبقى شايفة مين الاتنين اللي جنبك. يعني لما أنا ببص لحضرتك أنا غصب عني عناية جايبها وجايبها بالعافية، جايب حضرتك يعني شايف اللون بتاع البلوزة لكن مش شايفها هي الأربعة. فلما بركز على واحد بركز على الاثنين. فمن أيام المسيح أتاري خطية حب الظهور دي موجودة، حب الظهور دي موجودة، وحب الظهور قريبة قوي من خطية الأولى بتاعت الكبرياء. خطية الكبرياء فيها أنا أفضل من، خطية حب الظهور فيها أنا عملت، أنا بنيت الكنيسة دي. عجبكوا يا جماعة الديزاين؟ آه ده ممتاز يا بونا. مين المهندس اللي عمل الديزاين بتاع الكنيسة؟ ما تخجلونيش يا ولاد. لا بجد يا بونا، مين اللي عمل الديزاين؟ ما حدش يخجلني يا ولاد، هو مش مهندس. هو هتقولين أنك أنت كده برضو يا ولاد تفضحوني؟ أنا بحب الاتضاع والستر، بس أنا أساساً الأنا اللي جوايا دي عاوزة إيه؟ ده أنا لو أطول مش هقعد جنب المسيح، ده أنا لو أطول أشول المسيح وأقعد مكانه هعمل كده. أنا حب الظهور. بصوا يا جماعة، النهاردة عملنا بانوراما على خطايا الذات، أخبارها إيه وأولادها شكلهم إيه. المرة الجاية هناخد علاجات شديدة ومرة ضد الذات، لأن الذات دي من أسوأ السرطانات الروحية، فعلاجاتها علاجات بتر، يعني علاجات شديدة قوي. ربنا يديني وديكم ونكمل السبت الجاي. آمين.